باركي لعب سريع مشان سن غادي يمكن لاعب روبرتو كارلوس لعب سريع ممتاز باركي كيتوازن ما تقدر لم باركي امام روبرتو كارلوس طرقه جميله باش خرج كره من ثلاثه اللاعبين لم باركي امام روبرتو كارلوس لم باركي كينسل وزاويه للرجاء امامكم روبرتو كارلوس هذا مساعد لمباركي غادي ينسل مشى نسل روبرتو كارلوس سريع اللاعب لمباركي من جديد غادي يعمل والكره كترتطم بالرجل ديال روبرتو كارلوس الرجاء البيضاوي في مباريات اليوم الاخير هذه البطوله العالميه هنا في مدينه ساو باولو باصابه 1-0 امام فريق ريال مدريد الطرقه جميله باش يرجعوا اللاعبين ديال الرجاء وبقنطره صغيره كيخرج اللاعب لمباركي من امام البرازيلي سافيو لمباركي كيبحث على منفذ الاكيد غادي يبحث على التمرير الجانبي لمباركي تريع جدا اللاعب لمباركي لاعب بوحدو خلق متاعب كبيره لفريق ريال مدريد لمباركي في نوع من الرياح الان لفائده فريق ريال مدريد تربوس ناطي ارتيجا مستودع كاي كره من عند مباركي مره عنده بغاي مرر لاعب اسامي اللي كان تل انه لاعب الاكبر في فريق الرجاء لحظه تعديل روبرتو كاروس ياخذ انذار غادي ياخذ انذار ورقه حمراء ممتاز الحكم ساو باولو لان الجمهور يقيم واحد الكراهيه كبيره هنا اللاعب روبرتو كارلوس اي ثقيل يساوون ملايين الدولارات كيدافعوا بهذا التكلف هذا الطرق لا رياضيه وقت الجمهور يصفق اللاعب لمباركي اللي يمكن نقول بحال العجب العجاب في دفاع فريق ريال مدريد اذا